رجعنا لكم بعد الفاصل. خلف الصراحة جمايل علي كثيرة ودايم يعزمني، بس هذا اليومين أنا اللي راح أعزمه. شوفوا أنا وين بنروح. زودياك تجربة إيطالية يابانية والأطباق شهية ومتنوعة فعلا، وبعضها جديدة يعني غريبة شوي، حتى صرنا نسألهم عن بعض الأسماء بحكم أنها جاية من المطبخ الياباني. كل طبق يقول الزود عندي، أنا أشهد. إحنا حاولنا نجرب معظم الأطباق، ففي أشياء مرة أنا أحبها، مثلا سويت بوتيتو. سويت بوتيتو يعني صراحة مرة لذيذ. الطبق الياباني اللي هناك كان جميل جدا، صح؟ شيء غريب، تقطيعتها زي حاجه اسمها دجاج كاتسو. يس ايوه تعرف يس. زي شمال من بعيد يس. بس الدجاج نفسه وطريقه القلي واشياء هذه، واجواء شتويه، الاجواء اكثر من رائعه، جميله يعني الدفى والمكان، مسطحات مائيه، فعلا المكان شاعري جدا. وعلى فكره حتى يعني الدفايات القريبة منا إيه؟ جوها حلو ومعطيها المكان رونق خاص، صح. إطلالته على المسطحات المائية، الطعام لذيذ للغاية، جميل جدا. تجربة الطعام هنا experience صراحة، يعني تجربة راح تطلع منها بذكرى لا تنسى، ولا ينرجس ذكرى لا تنسى، طعم لا يقاوم، وأكيد بتعرفوا أو بتتعرفوا على ناس ممكن جدد، صحيح، تكونوا علاقات اجتماعية رهيبة. زودياك مطعم راقي. ذا فالي، ما زلنا في ذا فالي، المكان اللي سحرنا ينرجس بشكلنا خلاص هنا دائما. صراحة مكان رايق وينفعنا في هذا التوقيت بالتحديد.